مرحبا بعلي المرزوقي، منسق في المرصد التونسي للمياه. علي مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي ذات مزيكا فام. علي وقتاش بتجيب حذينا يا علي؟ وقت لي ما عادش يولي عندنا عطاشة في تونس وصيف نبدا وانا رويان علي العطش يتهدد تونس، تونس تعاني من الفقر المائي، ندرة المياه خطر محدق بتونس، شح الموارد المائية يهدد مستقبل البلاد. هذه بعض العناوين اللي قاعدين نشوف فيها في السنوات الأخيرة، كيفاش تقراها على المرزوقي؟ ما هي حقيقة الأوضاع؟ الوضع طيب بطبيعة في الصيفة هذه كما الصيفات اللي تعدوا، وهذا نبهنا عليه تقريبا عندنا 10 سنوات، واحنا الناس نادي راهو كان ما نعملوش استراتيجيات وما نحضروش بل بسنوات معناها للصيفه هذه ولا الصيفه الجايه رانا باش نوصل لمرحله بالحق الازمه، ازمه المياه اللي عايشين اليوم. ندره المياه صحيح تونس تعيش ندره مياه معناها كيما العالم الكل وتعيش تغيرات مناخيه، ثم نقص كبير في التساقطات في السنوات الاخيره، ثم تغيرات مناخيه اثرت حتى على المناطق التي فيها تساقطات، نشوفه في الصيف معناها أمس في تطاوين أمطار معناها رعدية، في نابل أمس في كيس أمطار رعدية، ماناش منجموش زادا نتشرفوا وقتاش تصب المطر في الصيف في الشتاء. هذا في ظل التغيرات المناخية وفي ظل زادا ندرة المياه اللي ماهيش جديدة علينا في تونس، تقريبا من عهد الرومان وتونس تعيش ندرة الموارد المائية، ولكن أسلافنا وجدودنا تأقلموا حتى للفسقيات وغيره تأقلموا مع نقص الموارد هذه وعرفوا باش يتصرفوا في الكمية اللي عندها. المشاكل أكبر من هكا وأعمق من هكا، هي هيكلية الياس هيكلية وحوكمة زاد في الموارد المائية نتاعنا، فما سوء تصرف الحقيقة وفما زاد عدم اعتراف بالحقيقة بالواقع، ثم تهرب من وتنصل من المسؤوليات من المسؤولين والمشرفين على قطاع المياه في تونس في الحكومات المتعاقبة الكل. إلى يومنا هذا الأيامات اللي فاتوا ما زلنا ماناش حابين نتعرفوا العادات أنه بالرسمي موضوع المياه لازم يتحط على الطاولة ويكون ذو أولوية نخدمه عليه مع بعضنا. لكن عليه هو رئيس الجمهورية يحط على الطاولة الموضوع ويستدعى مرة واثنين ووزير الفلاحة وغيره وغيره. دونك اليوم يبدو أنه على رأس الدولة فما اهتمام بالموضوع. دونك المشكلة علاش مازال مطروح بالحدة هذه؟ هو مشكلة حوكمة، مشكلة موارد، المشكلة وين بالضبط؟ المشكلة كما قلت لك الياس في عدم الاعتراف وفي النجوع نعملوا تشخيص، التشخيص ما زلنا ما تفتش عليه خاصة مع وزارة الفلاحة والمسؤولين على الموارد المائية. رئيس استدعى في شهر تقريبا وزير الفلاحة أسبوعين استدعى فيه، استدعى فيه رئيس مدير عام الصناد، لكن نشوفوا ندوة صحفية نتاع وزارة الفلاحة في الأيامات الفاتة يقول لك ما عندناش مشاكل مياه وهذه مغالطات وأرقام مغلوطة، معناها كانوا أعلى هرم للسلطة رئيس الدولة معناها مقر بمشاكل المياه في تونس، واحنا نرصدوا في المرصد التونسي تقريبا الى يومنا هذا 1507 تبليغ مواطني عن مشكل متعلق بالماء. قديش؟ 1507 تبليغ، 1500 تبليغ على مشكل متعلق بالماء، منهم 313 متحرك احتجاجي الى يومنا هذا في 7 شهور، وهذا كله ما عندناش مشكل، ما نعرفش احنا وين عايشين، انتم الاعلاميين ظهر يتواكبوا وتوصلكم التبليغات من المواطنين الكل، وعايشين انتم مواطنين كيفنا وظهر لي ما حد فيكم ما عندناش من قطاع الماء. كان وزاره الفلاحه تشوف انه احنا امورنا معناها لاباس وما عندناش اشكاليات وغيره، ما نعرفش هذا هو التفاهم ماهيش فينا احنا ولا في رئاسه الدوله زاد كيف اللي هي اقرت بمشاكل المياه وعطت تعليمات بحلال مشاكل المجامع المائيه وغيره. الوزاره ما زالت تنتهج نفس النهج نتاع التكذيب والمغالطات والحديث هذاك اللي سمعناه في الايام الفاتت. اليوم تقدر الموارد المائيه لتونس، هذه ارقام واحصائيات سنه 2019، تقدر الموارد المائيه لتونس بقرابه 5 مليار متر مكعب، مياه سطحيه كميتها 2575 مليون متر مكعب، مياه جوفيه كميتها 2197 مليون متر مكعب، توفر المناطق الشماليه 80% من المياه السطحيه. بالنسبه للمياه الجوفيه فتتوزع ما بين طبقات جوفية قليلة العمق تقدر مواردها بحوالي 746 مليون متر مكعب، يتواجد أغلبها في الشمال 49%، ثم الوسط 33%، وتبلغ نسبة استغلالها أكثر من 117% بواسطة أكثر من 111 ألف بئر سطحية. أما المياه الجوفية العميقة فتناهز 1400 مليون متر مكعب، نصفها تقريبا غير متجدد، تتركز أساسا في الجنوب 60% وتستخرج عبر أكثر من 30 ألف بئر ارتوازي بنسبة استغلال تناهز 120%. اليوم كيفاش نجموا نتجاوزوا مرحلة الخطورة؟ أي تصور الآن في نقاط سريعة إذا كان تسمح على مرزوقي منسق في المرصد التونسي المياه نتجاوز ونحضر للمستقبل، فما أجيال قادمة جاية، كيفاش نعملوا؟ شنو النقاط السريعة على حد تقديرك؟
أكيد أكيد. في أول نقطة يلزمنا نفتحوا برشا مفاهيم، إنه الماء، المياه الشرب خاصة والصرف الصحي هو حق إنساني، معناها يلزم يكون الأولوية القصوى اللي هو في الاستثمارات في السنوات القادمة واستراتيجياتنا الوطنية لتعبئة الموارد المائية أو توزيعها. كيف؟ معناها النقطة الثانية، عندنا مشكل كبير، 80% من مواردنا المائية ماشية للفلاحة، وأي فلاحة قاعدة تمشي لها الموارد المائية نتاعنا هذه، فلاحة مستنسة للموارد المائية، للطماطم، للدلاع، للفريز اللي مش في وقته، للتصدير خاصة، وهذا نشاهده فيه بعينينا، معناها كيلو طماطم يستهلك 214 لتر نتاع ماء. معناها هذا زاد مهم في ظل غياب خارطة فلاحية تحدد معناها أولوياتنا، ولا الزراعات لازم نزرعوها كما برشا دول تحرم الزراعات مستنسة الموارد المائية، الطماطم ما تزرعش في فرنسا تقريبا ماهيش مدعمة، في عديد الدول، لكن تتزرع في تونس وفي المغرب. المعدل للتصدير، هذا النقطة الثانية في علاقة بالفلاحة. بالنسبة للحلول العاجلة في بعجالة، احنا في تونس عندنا 32% من المياه اللي توزع في الشبكات بتاع مياه الشرب ماشية في الضياع، معناها 40% من المياه نتاعنا ماشية للري، ماشية في الضياع. هذوما كميات كبيرة، وقاعدين نأكدوا ونعاودوا في المرصد وللناس كلها والخبراء، الناس كل ما تبقى، انه أولوية الأولويات هي تجديد الشبكات أو صيانتها أو تعطير منظومة الأعطاب اللي هي لليوم ما زلنا نعانوا، معناها اعطاب الدوم الاسبوع واسبوعين، ونعرفوا انقطاعات دائمه لسبع سنين في بعض الجهات في البلاد. اليوم في منطقه معناها في الجنوب الغربي، معناها منطقه السردود، عندهم سبع سنين عندهم كاس في كونفيت نتاع ماء تو ما يشربوش. معناها هذه هي الاولويه، الاولويات لازم تحط الباب عليها المشاريع الكبرى هذه، او شانت كبير لازم يتحل. كيف زاد معناها انت تفتح تضطر بانه عندنا عدد نتاع ابار عشوائيه او غير مرخص فيها يوصل سنه 2019 الى 19000 فرج غير قانوني غير مرخص فيه، اللي هو معناها 19000 هذا كان نرجعه 2015 كانوا 11000، معناها الرقم تقريبا ضعف في وقت اللي الابار المرخص فيها هذا رقم 2019 13322، دونك غير مرخص فيها اكثر تقريبا ب 6000 تقريبا، اي اكثر تقريبا ب 6000، وهذا خطير. معناها انه كانوا كل سنه نخرجوا تقرير وعندنا في المعطيات هذه وما نتحركوش، شكون باش يحاسب ولا شكون باش يوقف النزيف هذا دونك عليه دونك عليه. انا اللي قاعد تقوله لي انت واضح جدا، قاعد تقول لي فوضى، هي فوضى، قاعد تقول لي فوضى، والفوضى هذه هي اللي قاعده زاده تخلق في مشكل كبير ياسر. وقت اللي انت عندك فوضى كيفاش باش ترشد الاستغلال نتاعك؟ اذا كان اللي يحب يعمل اللي يحب، شكرا في سكيف، كل واحد يعمل كما يحب، اي دونك كيفاش بترشد؟ ما تنجمش نجمو بالمواطن، احنا ندعو في كل مناسبه، ندعو المواطن انه يحاول يجمع مياه الامطار ويرجع معناها لتقاليدنا القديمه في التصفيات وغيره. وبالنسبه للمسؤولين زاد كيف والمسؤولين ولا لي ديسيدور في البلاد والحكومه، يلزم يدعموا ويشجعوا المبادرات هذه نتاع التصفيات وتاع تجميع مياه الامطار وغيره. كي نجيو للسياسات، سياسات عموميه، موضوع الماء يتحط على الطاوله، سياسات عموميه، ويلزم وزاره محايده تتعامل على كونفرساله مع جميع المدخلين في قطاع المياه. ما نخلوش المياه المعدنيه عند وزاره الصحه، وما نخلوش المناطق تبع وزاره البيئه، وما نخلوش الصناد عند الفلاحه، وما نخلوش الجمعيات المائيه عند الولايات وسلطه وزاره الداخليه. هذا هو كثره المدخلين، يلزم نوقفوه، ويلزم تكون عندنا وزاره مشرفه على قطاع المياه سياديه زاد كيما الدول الكل. وكيف كيف يلزمنا نستشرفوا معناها الحلول البديله ونتاقلموا مع التغيرات المناخيه. يلزم نفيقوا اللي راهي ثم معناها امطار طوفانيه في الجنوب، راهو ما عادش الشمال الغربي اللي هو كان الخزان نتاعنا تاع الموارد المائيه لعشرة سنين، اليوم راهي المعطيات تبدل، ونشوفوا حتى معناها في دول الشمال شنو صاير فيهم في الاستفاده. نعملوا خارطه فلاحيه مهم، خاصه المياه النسبه الكبيره اللي ماشيه للفلاحه، يلزم نعملوا خارطه فلاحيه تراعي خصوصيات الجهات وتجرم زاد استنزاف الموارد المائيه. راهو مش معقول العدد نتاع الابار العشوائيه هذا اللي موجود، ومش معقول زاد نسبه الضياع الكبيره في مناطق التقويه العموميه اللي توصل 40%، واحنا نتشكوا من ندره الموارد المائيه. هذا مهم برشا. شكرا لك يا علي، بارك الله فيك، في انتظار نستقبلك بحذرة ونحل الموضوع بصفة الحقيقة يلزم الموضوع نهتم به إلى أقصى الدرجات.